بسم الله باسم الشعب. بهذه الكلمات انطلقت أولى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ في دور انعقاده الأول، وينتظر منه دورا مهما خلال المرحلة المقبلة. مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصري مسألة مهمة جدا وتاريخية جدا. يعني لما بنتكلم على 1824 لما كان في المجلس العالي وكان في مجلس النظار، وبنتكلم على مجلسين ومن 1824 تاني بقول، فإحنا بنتكلم على تاريخ قرب قرنين من الزمان. مش اعتباطا كده، لا، دي هو كل ما الدنيا تستقر والديمقراطية تتعمق تستدعي أن يكون البرلمان من غرفتين أو من مجلسين. الفقهاء الأجانب والعلماء القانون الدستوري بيقولون لك كده، أن الغرفة الثانية تعمق الديمقراطية وترسخ للحقوق والحريات وتحسن وتجود من صناعة التشريع وتزيد من مسألة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية. وتأتي عودة مجلس الشيوخ بعد توقف دام أكثر من 10 أعوام وإعمالا للتعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريون في عام 2019. يستطيع السيد رئيس الجمهورية أن يطلب إلى مجلس الشيوخ دراسة واقتراح ما يراه من أمور هامة جدا، والمجلس عليها أن ينعقد ويظل انعقاد مستمر، وفي خلال شهر لازم يقول لنا روشته للحالة المطلوبة. ولهذا جت فكرة حكاية انه الحكومة مش مسؤولة قدام المجلس، دي نقطة مهمة. في ناس بتاخدها العكس يقول لك مش الحكاية مش وجاهة ولا زهو ولا منافسة، ده الحكومة ايوة تأتي مش هتساءل قدامي، مش هيبقى في سحب ثقة، تقوم تأتي الحكومة هادئة وراضية وتكشف الحقائق لانها مش خايفة من الإقالة ولا سحب الثقة، وكأنها تطلب العلاج وتطلب روشتة كيف تعالج هذا الأمر، من مين؟ خبراء علماء أكفاء. وجوده بجانب مجلس النواب يصب في صالح النظام الديمقراطي ويرسخ قيم المشاركة الأوسع لعناصر ذات كفاءة وخبرة يمكن أن تسهم في إثراء الحوار ومناقشات القوانين.